كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. أنا نشكر الإخوة اللي دينا يساهمنا غيد غو كلا تزران نسكر مشتا الحاجة نسكر غل المجمع الساكنية اللي غنا لا كلهم نتضامن أشكن نمون نسكر السباغ نزين الحينا نسكر التشجير نويد لي التشجير نزرع تنت نسنقاد تنت نتعاون كلو نقفوس غفوس أمزي ولا ميم قرن. أنا نشكر كلو ما إلا نغاتي تبالي كلو يساهمنا العملات. أنا أشكر كل مدن اللي نغيو مدن الفترة الجائحة من كورونا اللي كل نسكر العملات. فكما تشوفوا إحنا تنقوموا ببعض الأعمال في الظرفية ديال الكوفيد، فتنحاولوا نحترموا مسافة الأمان، تنحاولوا نحترموا كل شيء. فكما تشوفوا تنقوموا بصباغة تنظيف الحي، لأن النظافة وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهادشي علاش حنا ان شاء الله دابا هنايا نحاولوا نزينوا الحي، ومازال ان شاء الله تنحاولوا نقوموا بجميع المبادرات اللي تتخص الساكنه هنايا في كل ما يتعلق بسميتو بجميع الانشطه، سواء سميتو النظافه سواء الصباغه سواء اي حاجه تتعلق فهادشي اللي كاين. المهم تنشكر الفانتكات كاف فانتكات على هاد المبادره الطيبه، وتنقدم الكلمه للاخ تا هو اللي بزاف الناس شاركونا في المبادره هذه اليد في اليد اللي حنا سميناها في اليد في اليد. باقي ما قمناش يعني بتنسيق جمعيه او سميتو، ان شاء الله لهنا المستقبل غادي نحاولوا نديروا هذا الشيء هذا ونشوفوا ان شاء الله سميتو محابين 10 ندخلوا الطوبيس ندخلوا بزاف ديال الحوايج اللي حنا بصراحه محتاجين الناس يدعمونا، محتاجين المسؤولين يقفوا معنا في هاد الموقف هذا. لينا محمد 10 كما تتعرفوه بعيد، وكاين الناس اللي ما عندهمش ترونسبور، كاين الناس اللي ما عندهمش اللي تيعانيو بزاف. هادشي علاش تنادي المسؤولين بصفه عامه انهم يحاولوا يلتفتوا لهاد الساكنه ديال محمد 10، لان احنا عن جد محتاجينهم بزاف بزاف، وان شاء الله يكون خير من هنا في المستقبل، ويدخل الطوبيس ويدخلوا بزاف ديال الحوايج اللي محتاجين حتى الامن شويه. طب كما تنشير كذلك التعقيم واللي هو اساسي في هذه الظروف هذه اللي سميتو حاولنا باش نفكروا في اول ما بين الاوائل الاشياء هما اننا نعقموا سميتو الحي ديالنا، عقمنا السيارات، عقمنا كل شيء كما تنعقموا يدينا ونفوسنا. فان شاء الله يدوز هذا الشيء ان شاء الله بخير وعلى خير. كما سميتو يعني حاولنا سميتو يعني نحاولوا كاع على هذه المنطقه ديال الجي اش 4 باش انا نعقموا السيارات ونعقموا سميتو الديور ونعقموا كل شيء، باش ان شاء الله يكون كل شيء سميتو تنفسانية ترتاح مع التعقيم، وان شاء الله الله يرفع لنا الوباء هذا ويكون خير ان شاء الله علينا وعلى جميع المغاربه ان شاء الله. نتقدم الشكر لجميع الساكنه اللي ساهموا معنا في هذه المبادره اللي قمنا بها بالنسبه للتزيين ديال الارصفه والمحيطات والتشجير. كنشكر الساكنه على الالتزام ديالهم والانضباط ديالهم بالحجر الصحي وبالتباعد، وكيف كتشوفوا ارتداء الكمامات، وقمنا بواحد البادره اخرى اللي هي التعقيم ديال المحيطات ديال العمارات والمداخل والمخارج وايضا السيارات. وكنتمنوا من الله يوفقنا لفعل الخير، وكنتمنوا من الله يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.